إن دي خطوات لاستعادة نهضة المسرح المصري مرة تانية بعد سنوات من الانكماش. أرجو أن تكلل هذه الخطوات يعني بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. تنقيب حرب المسرحية وكنت بضغط عليه وقت شائك بالنسبة لأن كان فيه هجوم على لأن إحنا بنتقدم شخصية الحلاج وهو صوفي. وفي هجوم مؤخرا على الشيخ الشعراوي وشايف حضرتك كان حامل وقت العرض دي وجه حضرتك للكل بس. الله أعلم. هو هذا العرض إن شاء الله يعني مخطط إنه يخرج للنور في أوائل الصيف القادم إن شاء الله. أرجو إنه ما يبقاش فيه أقاويل تقال، وأرجو إن إحنا يعني ما نخشش في معارك كما حدث بالنسبة للشيخ الشعراوي، لأنه مثل هذه المعارك يعني لا تقدم ولا تؤخر وإنما تضيع الوقت فقط. يعني علاقة حضرتك بالسوشيال ميديا إيه الفترة الأخيرة، وخصوصا إن في كوميكس أنا بدأت تتداول بشكل كبير، رجعت تتداول تاني، بتشوفها إزاي وبتعمل معاها إزاي؟ الكوميكسات اللي عليا في السوشيال ميديا هي ما رجعتش ولا هي ما راحتش في حتة، بالضبط كده، هي طول الوقت مستمرة، وده شيء بيسعدني يعني، خلي بالك وبتبسط منه يعني. بس أنا علاقتي بالسوشيال ميديا ليست جيدة يعني. وأنا ليا موقف من السوشيال ميديا يعني، ما أعرفش ممكن يضايق ناس كتير، إنما أنا ليا موقف إنه يعني السوشيال ميديا ليست وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، بل هي وسيلة من وسائل الفصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي هو اللي حاصل بينا دلوقتي كده، احنا واقفين اهو وانا اقدر امسكك كده واشوف الاستاذة، انما انه نبقى بنتكلم وبنتخاطب من بعيد لبعيد، وانه انا اقرا موضوع واتخيل ان الكلام ده حصل او ان فلان مات او كذا، ثم يطلع الكلام ده مش مظبوط. يعني ده كتير. بما ان حضرتك تطرقت في موضوع السوشيال ميديا، راي حضرتك؟ نعم، راي حضرتك صلاح السعداني كمان، فحد تقول ايه صلاح السعداني في الشائعه طالع من حد موثوق منه؟ طبعا انا بقول لاستاذنا و يعني اخونا الكبير الاستاذ صلاح السعداني، ربنا يدي لك الصحه وطول العمر وتفضل منورنا ونفضل بنتحامى فيك وبنتبارك بيك، لانه هو واحد من العمالقه ومن كبار فنانينا اللي لازم يعني نحتفي بيهم دايما طول الوقت، سواء وهم موجودين او وهم مش موجودين، نحتفي بيهم ونديهم حقهم ونستلهم منهم ونشوف مشوارهم كان عامل ازاي، علشان يبقى عندنا خريطة طريق يعني نمشي عليها او يمشي عليها فنانيننا الصغيرين الشباب يعني.